بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية لكم أهل السودان وتحية للأهل قاطبة. اليوم 27 شهر 9 2023 وأنا في مدينة المجلد. حبيت أعمل الرسالة الثانية دي، عايز أركز في بعض الموضوعات المهمة. أولا عندي خطاب لأولادي الآن الموجودين في ميادين القتال في قلب الخرطوم، سواء كان في مدرمان ولا بحري ولا الخرطوم. ما في شك عدد منكم كان انتمى للدعم السريع ده كمؤسسة ومشيته كجنود. المؤسسة دي في النهاية استغلت، ركبت حماقة ودخلت في معركة مع القوات المسلحة اللي انتوا أصلا مشيت من عشان تدعموا القوات المسلحة. انحرفت عن المسار بتاعها، وبدل تبقى صديق ومساند وظهير للقوات المسلحة بقت عدو باطش، وكل القوة اللي وجدتها دي صادمت بها القوات المسلحة. ومنكم المشى فزع قوات إسناد للدعم السريع بعد ما دخلت المعركة، ما عندهم علاقة بالدعم السريع. طيب المنهج اللي دخل به أخونا حميد المعركة دي إنه عايز نظام ديمقراطي، ما عايز العسكر يديروا البلد. أنا دار أتكلم ببساطة شديدة جدا عشان الرسالة بتاعتي تصل لكل زول من أولادي الآن الموجودين في الميادين. يعني حكومة ما عسكرية، حكومة مدنية، وإنتوا بالداخل الميدان ده فهموكم بإنه السودان ده كان قبل كده من 56 محكوم بناس البحر ومحكوم بالجلابة ومحكوم بكده، ونحن حقوقنا ضايع ونحن مظلومين. نشيف حمايتي ده لو انتصر على الجيش، الناس اللي حوله دي المنو، الناس اللي حوله يا أولادي ده ياسر عرمان. ياسر عرمان ده من الجزيرة من الجعالين، ياسر سعيد عرمان. وياسر ده كان من أقوى المعارضين مع جون قرنج، كان مع جون قرنج لفصل السودان. ياسر عرمان ده متزوج بالدين مجوك، ناظر الدين كنوق او اكثر معارض ومتعصب للقضيه بتاعت ابيي لصالح الدينك. والله كنا في لغاء مره مع جون قرنج، نحن اولاد المسيريه المشينا من هنا اللي بتنبذونا ديل وبتقولوا ما عملوا حاجه. الفريق مهدي ابو نمر، الدردير محمد احمد، الناظر الحريق عز الدين الله يرحمه، وعبد الرسول النور الله يرحمه، وشخصي خمسه اشخاص من ابناء المسيريه. قلنا نحن نجتمع مع جون قرنج ده نسمعه كلام من الله ما خلق ما سمعه، لانه يا اخي استهدفنا وبكتل في اهلنا وداير يشيل ابيي دي عنوه هو عارفه طبعا لشمال السودان، واصلا ما كانت في يوم من الايام تتبع لجنوب السودان. قلنا نتكلم معه كلام اصلا قبل كده ما سمعوا، وبالفعل الناس اللي ذكرتهم كلهم يعرفوهم، يا اذا اكون انا اصغرهم في السن ويا اذا اكون انا اجبنهم، كلهم بالدرجه من الشجاعه ما فيها قدح ابدا. قعدنا مع الرجل ده 3 ساعات اللي اسمه جون قرنج ده، وسمعنا كلام من امه وجدته ما سمعوا. ونيله والله خلي اهل السودان دي الكوم، لكن والله احنا قاتلك للقيام، طالما انت رايك يا اخي بتسند فينا دين كان واقع عشان تشيل ابي ابننا. عارف الراجل ده بعد الكلام الكثير والقناه والفارغ ده قال لنا يا اخواننا انا اول حاجه بعتذر في انه انا خسرت المسيريه. اذا في قبيل واحد في السودان ده انا المفروض بخسرها، ما اخسر المسيريه، لكن انا خسرت المسيريه. والان بكلمكم ابيي دي يا صلوحه يا اخي صاحبك ده، ويقصد دين اللور لانه انا وقرينا سوا في فصل واحد. يا اخي ما تقنعوا علينا يا اخي، امشوا اي حل دارين تعملوا معاه او زيد عملوا يا اخي. الناس ديل انا ما بقدر اخسره، الناس دين اللور ده الفصيل المتقدم في الحركه الشعبيه، ما بقدر اخسره، لكن امشوا يا اخي امشوا باصوا الحكايه دي. خارجون انا ذاتي الحكايه دي عامل لي مشكله، ما بقدر اخلي جنوب لانه كلنا نعرف انه ابيي ده ما تابع لنا يا اخي، وابيي ده ما جنوبيه. لكن هذول يا اخي ارتبطوا بينا وعنده مساهمات في التمرد ده، وفي راسي عامل لنا ازعاج عشان كده يا اخي الحكايه دي انا محترمين فيها، لكن ساعدوني انتوا يا اخي. دار كلام كثير وبعد ذاك طلعنا مشينا. ياسر عرمان حط اذانه في الشباك عشان يسمع جون قرنج بيقول في شنو. والله لما خرجنا لقيناه واقف برا، انا قلت له ياسر يا اخي مشكلتك معنا شنو يا زول؟ قال لي مشكلتي شنو؟ انا الدين كديل ما ده انا متزوج بالدين مجوك. قلت له يا اخي مش متزوج بالدين مجوك، لو بقيت منهم ومطلع سنونك ذات التحت دي ما ممكن تسجلني يا اخي بالطريقه دي. يا زول تمشي تشوف اهلك وين يا اخي؟ هذا هو ياسر سعيد عرمان، ده من الناس الان مستشارين لحميدتي، ولو جات الديمقراطيه عايز يبقى حاكم في السودان. خالد سلك اللي عامل نفسه الناطق باسم العمليه السياسيه في السودان، كده على قول بالله شو الاول ده؟ والشيف يا اخي الهوان اللي حصل على اهل السودان ده، يجي زول نكره بالشكل ده وكل الفتره الانتقاليه 4 سنوات او 5 سنوات الزول ده بيلعلع انه هو بيمثل الموقف الناطق الرسمي باسم العمليه السياسيه. خالد سلك دمه، خالد سلك ده دمه، حتى الحزب اللي فيه مع احترامنا لاولادنا الموجودين فيه عمر يوسف الدقير ده، نحن ده ولدنا هنا في المجلد نحترمه، لكن عددهم كم في السودان؟ الحزب ده منشأه كردفاني، ابراهيم الشيخ ده من النهود، والله 20 زول ما عنده، يكون الناطق الرسمي يا اخي باسم العمليه السياسيه، وعايزين بعد ما تنتصروا يا الاشاوس يا اولادي عشان في النهايه يجي دول اللي يحكمونا. يجي محمد سليمان منقى المعلقه بمنقى من كردفان من دارفور يقول لكم يا اخي نحن ما اولاد البحر. يجي فارس المستشار والان بتجمع في حساباته كل اموال الدعم السريع، الحرب بتاعتكم اللي في النهايه ده من تفضي ويحصل الانتصار، دي الناس اللي يجي يحكمونا. لاخواننا حقه نفهم صح، وحقه الصوره المقلوبه دي تستعدل ليكم، لو انتصرتوا ما حييوا ناس
من كردفان ودارفور يحكموا، حيوا الناس ديل. طيب عملنا شنو يعني؟ عملنا شنو؟ ما هو انتوا شغالين ضد المنهج بتاعكم والاشياء الان بتقولوها. انا استبعد في انه تكونوا انتوا المنهج بتاعكم ماشيين تاكلوا اهل السودان وماشيين تسرقوا حاجات وماشيين تعفشوا بيوتهم، معناها عندكم مبادئ. انا خطابي لكم انتوا الان الموجودين في الصوح بتاعت القتال، الناس اللي بيكتبوا في الاسافير ديل من اولادنا ديل، انا دار لي زول يوم واحد يقولوا مات في مبده ولا مات في شرق النيل ولا مات في المدرعات ولا مات في القياده العامه؟ ما هو قاعدين يلعنوا زي لعنتهم دي، بيجيبوا لهم اكل وبياكلوا وبيشربوا وبنبذوا في الناس ويدفعوهم للقتال، وده احنا ما بنخاطبهم لانه ديل منطبق عليهم قول المولى عز وجل: ولو نزلنا عليهم كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. لان احنا ما بنخاطبهم ولا معنيين بالنسبه لنا، وانا اعلم انه ما عندهم قيمه هنا يا اخي، اعلم تماما انه لا قيمه لهم، حتى معاكم انتم ما عندهم قيمه، الزول ما بكاتل معاك ده عنده قيمه يا اخي، انت بتحرجني على القتال وانت نايم في بيتك، فتقوم يا اخي تقاتل معي؟ المساله دي قولة حق يا ما قولة حق، قولة باطل وريد ما باطل، اللي بنعمل فيه ده ما صحيح، نحن يا اخواننا ما عندنا بقر الان في القياده العامه محبوسات هناك عشان نقاتل النادر عشان نطلع منه، ولا في المدرعات، وما يغش الناس انه المدرعات دي فيها مال كثير وفيها ذهب الدوله كله وفيها القروش، وقاتلوا او القياده العامه، نحن يا اخي ما مشينا عشان نقاتل عشان ذهب، انت بتقولوا نحن والله دايرين نزيل الظلم، طيب الظلم اللي بيزيله ده والظلم اللي وقع على الاخرين ده الظلم والظلمات الى يوم القيامه، هذه قوله باطله. انا بفتكر يا اخواننا جاء الوقت اللي نحن ننتبه، الحرب دي نحن وقود، الماتوا فيها ماتوا، لكن والله المعوقين المعاقين من اثر الحرب دي والله اعداد لا تعد ولا تحصى. وعشان شنو يا اولادي؟ عشان منو؟ عشان منو؟ يدفروكم انكم تموتوا وهم قاعدين زي الناس اللي بيلعلوا من بعيد والله نحن هنسوي ونحن هنسوي. السواي ما حداس، السواي ده بيجي بسوي ما حداس. نحن بنتكلم ديل خوافين جدا وعايزينكم تكونوا خوافين زينا من الموت اللي ما عنده معنى، لكن والله في قولة الحق دي والله تجدون من أشجع الشجعان. ولو التفتوا لنا في جهادنا كثير نحن، وبعدين الرجال اللي نحن بنشيل مالهم ديل والله جهادنا معاهم، والله مشينا معاهم شرق الاستوائيه ومشينا لبنوك ومشينا طفنا الجنوب ده معاهم والله حته حته، والله العظيم المقابر الموجوده هنا يرقد الدكتور الرئيس وهنا يا اخي وداع، ديل رجال زينا وديل بني جلدتنا وديل اهلنا ودي دمنا ولحمنا وديل الناس اللي بيموتوا معانا وبقاتلوا معانا وديل اهل السودان الحقيقيين يا اخي. يا اولادي انا نصيحتي لكم دي ارجو من الان اي ذو الموجود في الخرطوم بس يطبق عفش يا اخي ويجينا راجع، ودي بلدكم هنا محتاجه ليكم، ونحن والله مواجهين بخطر من الباب الجنوبي ده، سنه مطر ما في، مويه ما في، قش ما في، بقر لازم تمشي، تمشي معنا موت في، اللي بيحرسنا مين غيركم؟ اللي بيحرس ثروتنا دي مين غيركم؟ اللي بيدافع عننا مين غيركم؟ ما تهدروا جهدكم ده وطاقاتكم دي ورجالتكم الزياده على اللزوم دي في غير محلها، انتوا اشاوس، لكن يا اخي الشجاعه في غير محلها عبط، الزول حقه على الاقل مشيت في الوطن دي يمشي بحساب. الرساله الثانيه يا اهلنا في كردفان الكبرى ويا اهلنا في دارفور، والله نردوا علي واتصلوا علي وسجلوا قيادات هيدي المحريه فيهم. وده للرجال اللي بيبلوا العين، وانتوا كلنا احنا متفقين في انه الرجل ده ولدنا ده احنا ما شاورنا على الحرب دي وما كنا مؤيدينه، والحكايه دي يا اخواننا دخلت وصلت العظم. انا امل اننا كلنا نتنادى من غريق كمبال الناظر غريق كمبال لاقصى زول في قرب السودان مرورا باهل كردفان، جوامع اهل الطيب هارون، كبابيش بديريه اهل الزين، جوابره هواوير اهل بقدم، كل القبائل دي انا كنا عيد ما بقدر احصيهم، الذاكره ما بتسعفني اقول كل الناس دي، يجب يا اخواننا نستنهض الهمم ونجيف على حيلنا. الرساله بتاعتي دي وصلت لهن الرزيقات وكتر خيرهم والله اداره اهليه وقيادات والله يتفاعلوا معها بصوره غير عاديه، وحيكون عندهم موقف، واصل من يوم ولا عندهم موقف، اصل ما يظن اهل السودان بينهم رزيقات وساندين للحرب نهائيا. انا بتحمل المسؤوليه بالكلام بتاعي ده، البني هلبه، الهبانيه اهل الغالي، فلاته اهل السماني، التعاشه، وين انتوا يا علي محمود؟ كل الاهل يا اخوان الموجودين، يا صافي النور، يا كاشا، مسار انت حاضر، يجب يا اخواننا ان نستنهض الهمم، وبعد ده نكشف الاقنعه، والمستحي ما هو اللي التعم، وما فيش داعي ابدا لدفن الرؤوس في الرمال. انا بمر باهلي حمر هنا عبد القادر بن منصور، كتر خيرهم عندهم موقف ايجابي، لا تخطئوا العين، وعندي اخوان فيهم انا اعرفهم والله لا يخشون بالحق لو متلائم، عندنا كتاب يوسف عبد المنان الجور وكسر كسر، لو قدرت احصيهم ما بقدر احصيهم. يجب يا اخواننا دي حرب لا تبقي ولا تذر، استنزفت وروعت وشردت اهل السودان، اذا نحن ما قمنا حنقوم بتين، نقوم نصحى بجون بدون بلد. والحكايه دي موصوله يا اخواني لكل اهلي في البطانه اللي انا عشت معهم سنين عدده، الشكريه وين الشعراء؟ وين اهل البنا؟ وين الشوبلي؟ وين اهل عكير الدامر؟ وين اهلنا في شندي؟ وين اهلنا في عبره؟ اللي جزء كبير منهم معانا هنا في بابانوسه، ناس حمد والدلعيله الله يرحمهم، اسرهم كلها هنا معانا هنا، وين اهل الجزيره؟ اللي معروفين اخواننا، هذا الامر ما امر جهه ولا امر قبيله، مثل عايز استنهاض للهمم، يا اهل الشرق اهل
محمد الامين ترك. يجب ان نربط نحن الكفاح ده كله مع بعضه ونشد من نفسنا ونجعل من اهل السودان ديل يد واحده ونواجه المساله دي. الرساله الثانيه برسلها لحميتي، انا امل ان يكون حي حي لانه ده ود عمي، والله موته بوجعني. ولعلمكم والله حميتي لو مات والله نرفع قضيه بيتقحط، لانه هو اللي زج بالزول ده، والله نستثير فيهم، والله يا خالد عرمان ما نسيبك، والله يا سيلك ما نسيبك، دخلت ولينا في حته ما كان ينبغي له ان يدخل فيها، وما كانت دي قناعه، اذا مات والله نقاضيه. لكنك يا اخي لو حي امرك يا اخو الكلام يا اخي، السودان ده خرب يا اخي، وانت ما الحرب دي ما مشيت لا عشان تروع اهل البلد يا اخي، ولا تدمرهم بالشكل ده. انت قلت انا داير اجيب دمار داير احكم، شفت الحصر وراك يا اخي؟ اذا انت حي واذا ما حي احنا والله ناظرين نقاضيهم، والله نصل معهم محلات مين، والله تصل مش التهديد الفارغ بيهددون له بعض الابواق هنا اللي ما عندها قيمه، اللي ما بتفرق بين العين والهاء ويدعوا نفسهم انهم ينتموا للقبائل دي. يجب ان الاسره بتاعتك تنتبه ولنا فيهم علاقات. يا عادل دبلو يا اخي اتكلم يا اخي، ما تخلي الواد الصايع اللي اسمه يسمع عزت ده يتكلم باسمكم. الشويعي المعروف اليساري وعنده جنسيه كنديه وقاعد برا سبحهم باسمكم يا اخي، اتكلموا يا دبلو. احنا ما عندنا عداوه شخصيه معكم، لكن في فعلكم اللي خربتوها للسودان ده خلينا نقول عندنا موقف منكم. الرساله الاخيره برسلها للقوات المسلحة، والله نحن ظهر متين وما بنحتاج ابدا عشان نؤكد الحكاية دي، واكد لكم كل اهل السودان واقفين سد منيع، ما بنقبل التفريط وما بنقبل الخنوع. حكاية دي المجاملات للحرية والتغيير المركزية، مجاملاتكم تمشي وتجي وترتدوا، ترفضوا الحكاية وتجي تانا راجعين. نحن بنحذر بانه محتاجين نحن لقيادتنا والقوات المسلحة يكون عندها موقف واضح، وما في حاجة بيستحي منها. وزي تخيفوا من العالم يا اخي الخارجي ده، ما في عالم خارجي يا اخي، دي البريالين في رقبتهم اللي خلصوا من رقبتهم في مشاكلهم الخاصة بهم، والله ما بيحترم نفسه ما في دول يحترمه، والمعالم ده ما بيحترمين القوي. نحن لابد من ان نرسل تحيه لقواتنا المسلحه اللي في الظرف الحرج ده، القوة دخل بها حمايتين خرطوم ده، العشرة ألف عربيه المدججه دي، والله لو دخل بها امريكا يستلمها في ساعه واحده. لكن صمود القوات المسلحه وانها فعلا هي من كبت هذا البلد هو اللي خلى حتى الان العدو يتراجع، والنصر اتي لا شك في ذلك. الرساله الاخيره لولا اخواني المسيريه الموجودين خارج المنطقه، اخواني شيلوا عفشكم تعالون هنا، الزول يعرض بيجي لفريقه، تعالون يا اخواننا خلينا نقعد مع اهلنا ديل، عندهم علينا حق، نقعد معهم يا اخواننا عشان نصحح الصوره المقلوبه دي، عشان نحافظ على ما يمكن الحفاظ عليه. تعالوا ودي بلدكم، وانتم كلكم محترمين ومقدرين جدا عند اهلكم وكلمتكم مسموعه، والبطمنكم به انه والله العظيم رغم كلامي انا الساخن اللي بقوله ده، وفي ناس بيفتكروا انه ممكن يقتلوني في بيتي ولا كده، والله ما الاقي الا الاحترام، وانا بقوم من بيتي الصباح بمشي السوق بقعد فيه والنهار بجي البس بي، ما في زول بقتل له زول يا اخي، وديل اهلنا يقتلونا عشان شنو؟ عشان قلنا لهم ما تموتوا، عشان قلنا لهم اولادنا ديل ما نضحي بهم، يقتلونا عشان شنو؟ احنا جبنا زول دخلنا المجلد دي عشان نشيل حق زول، يقتلونا عشان احنا قلنا لهم يا اخواننا لازم نحافظ على سمعتنا امام الاخرين، يقتلونا عشان احنا قلنا لهم يا اخواننا احنا يجب ان نكون موجودين عشان نحافظ على بلدنا هنا ونحميها، يقتلونا عشان شنو؟ ما في سبب وما في زول عاقل. انا احيي من هنا الاداره الاهليه بتاعتنا اللي واقفه واقف موزون عشان ما يحصل خراب في البلد، واحيي اولادنا اللي داعمين لهم اللي خلقوا وزنه انه ما يحصل خراب في البلد، وحيي القياده في الرزيقات الناظر محمود واقول له يا اخي كفار ان شاء الله ربنا يديك العافيه، امراض السكري دي الموقع بتاعهم المتوازن اللي خلقوه استقرار في الضعين، بلد ما خربت وهم موجودين والناس اللي واقفين معاهم في الامر ده. لكن البطمن بيه انه كل الناس دي مع القوات المسلحه وانه الامر ده بالنسبه ليهم مرفوض، لكن احيانا الظروف تقتضي يعني يكون في موقف تحفظ له الوزن العامه، هكذا هو السلوك الان الموجود. انا الرساله دي خصيت بها الجهات اللي انا قسمت لها الرسائل دي، وحتكون عندي رسائل اخرى ان شاء الله. انا شاكر مقدر لكل الذين يعني بيسموا برايهم بالسلب او الايجاب، ونحن اصلا ما ملائكه عشان الناس كله بيشكرونا ويقول لنا كلام فضل صح، نخطئ ونصيب، اللي بيقول لنا اصبت والله يكتر خيره، اللي بيقول لنا اخطات والله يكتر خيره، واللي بيسيئنا والله يكتر خيره، والداير برضه يجرب فينا رقبته ويجرب في حالته فينا والله يكتر خيره، جاهزين لاي حاجه، ولا نحمل الحقد على احد، ليس بزعيم القوم من يحمل الحقد، والله نحن متسامحين مع نفسنا ومتسامحين مع كل الناس، وعارفين كلامنا ده ما بيعجب بعض الناس. لكن يا اخواننا هذا هو المنهج اللي احنا واقفين عليه ومستعدين نضحي به ونضحي برقابنا فيه. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.